مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي. برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. حلقتنا النهاردة فيها أخبار كتير جدا عن النادي الأهلي اللي دلوقتي طبعا ما فيش صوت بيعلو فيه على صوت مباراة شبيبة الثورة الجزائري في الجولة الأخيرة من مباراة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. إن شاء الله المباراة دي هيكون يوم السبت اللي جاي على ملعب برج العرب، مباراة بإذن الله النادي الأهلي حقق فيها الفوز ويتأهل إن شاء الله كأول في مجموعة القادمة أو في الدور التالي، لأن الوضع الطبيعي طبعا للنادي الأهلي إن هو يكون دايما الأول في كل وقت. كلنا أكيد ثقة في اللعيبة اللي عندنا إن هم أكيد إن شاء الله هيحققوا الفوز على بطل الجزائر، وكمان هيكون في بعض الأصوات أو كان في بعض الأصوات والصفحات للأسف في بعض البرامج وفي القنوات التانية بتشكك في قدرة لعيبة النادي الأهلي، إلا إن جمهور النادي الأهلي واعي ومدرك تماما وكله ثقة في كل لاعب في الفريق. كمان ما تنسوش روح الفانيلا الحمراء، روح الفانيلا الحمراء دي بتظهر دايما في الوقت المناسب، وفي الوقت ده ما حدش يقدر ابدا يقف وش النادي الاهلي. انا بوجه رساله لجمهورنا العظيم اللي اكيد ان شاء الله هيكون موجود في مباراه يوم السبت اللي جاي، ما تبطلوش تشجيع في اللعيبه لمده 90 دقيقه، نشجع فريقنا بس، النادي الاهلي نادي اهلي، نادي كبير جدا وما يفكرش في اي حاجه تاني غير في البطوله اللي عنده وغير في المسابقات اللي عنده، عندنا هدف واحد بس البطوله التاسعه، وباذن الله ان شاء الله هنوصل للبطولة التاسعة. كمان هيكون النهاردة عندنا جولة كبيرة جدا في كل اللي اتكتب عن النادي الأهلي في الصحف وفي المواقع، وكمان جولة في الأخبار المحلية والعالمية، وكمان ردود الأفعال على بعض المباريات في دوري أبطال أوروبا كمان اللي اتلعبت امبارح، وجولة كبيرة بقى أكيد في السوشيال ميديا كالعادة. وهيكون كمان ضيفنا النهاردة أستاذ أحمد فاروق الصحفي في موقع يلا كورة، وكالعادة بنبتدي معاكم دايما حلقتنا بأهم وأبرز العناوين. الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة شبيبة الثورة. الخطيب وجوزيه يحضران تدريب الفريق الأول. محمد الشناوي يشارك في جزء من تدريبات الأهلي. لاسارتي يصحح أخطاء اللاعبين في التدريبات. المدير الفني أثق في قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز والتأهل. أجري ينصح تريزيجيه بالرحيل من قاسم باشا التركي. وصلاح يقود ليفربول الليلة في مهمة صعبة أمام بايرن ميونخ في دوري الأبطال. كالعادة بنبتدي حلقتنا دايما بأهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الصحافة. مجلة الأهلي روح الفانيلا الحمراء تتحدى محارب الصحراء في برج العرب السبت. الأهرام الأهلي يستعيد القوى الضاربة قبل مواجهة الثورة المصيرية، تزايد فرص مشاركة الشناوي في المباراة وعودة عاشور وصلاح ونجيب. الأخبار الأهلي يخطط لإخماد انتفاضة الثورة الجزائري، عودة عاشور وصلاح ونجيب للتدريبات، لاسارتي يظهر العين الحمراء للاعبين. الأخبار المسائي الأهلي يصحح أخطائه، لاسارتي يحفز اللاعبين لموقعة الحسم وعاشور ومحسن جاهزان. الجمهورية الشناوي على الدكة، لاسارتي يتحدى الثورة وعينه على القمة. مجلة الأهلي مفيش اختيار، قاتلوا للانتصار، لاسارتي يجهز القوى الضاربة وإن شاء الله هنكسب. المساء قبل المواجهة الحاسمة مع الثورة الجزائري، عودة عاشور وصلاح ونجيب لصفوف الأهلي، لاسارتي يعالج مشكلة إهدار الفرص ومهام خاصة للاعبي الوسط. مجلة الأهلي لاسارتي أثق في نجوم الفريق، نستطيع التأهل من برج العرب. نروح مع حضراتكم لتفاصيل أهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الصحافة، وهنبتدي مع جريدة الأهرام اللي قالت إن سيطرت حالة من التفاؤل الشديد على الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي لتزايد فرص لحاق حارس مرمى الفريق محمد الشناوي في مواجهة شبيبة الثورة الجزائري والمقرر ليها يوم السبت اللي جاي في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا. وبرغم إن الشناوي ما شاركش في تمرين امبارح واكتفى بس بجلسة استشفاء وتأهيل في الجيم في النادي طبعا
اللي حصل امبارح على هامش طبعا تدريب ابناء الرداء الاحمر في الجهاز الفني او الجهاز الطبي. كمان كشف ان الالام اللي بيعاني منها حارس المرمى بتتضاءل بصوره كبيره ومحتاج بس لشويه ايام عشان يرجع مره ثانيه للتدريبات الجماعيه. اشاد كمان الجهاز الفني للفريق بقياده مارتين لاسارتي بحراس المرمى الثلاثه شريف اكرامي والشناوي وعلي لطفي، وكمان تركيزهم الشديد طول الفتره اللي فاتت، ومعاهم طبعا مدربهم طارق سليمان واللي بيبذل جهد كبير جدا عشان يجهزهم للمواجهات، وطبعا ده اكيد بسبب ضغط المباريات. كمان اثنى لاسارتي خلال جلسه جمعته بالمعاونين اللي معاه على الروح اللي بيتحلى بيها الشناوي، خصوصا طبعا اصراره على الوجود خلال مواجهه الثوره يوم السبت اللي جاي ولو حتى على دكه البدلاء، واصراره كمان على التاهيل في الجيم وعدم الحصول على راحه سلبيه. كمان اشاد الجهاز الفني بالحارس علي لطفي واللي ظهر بشكل كويس جدا قصاد فيتا كلاب الكونغولي برغم الخساره وغيابه عن المشاركات من اول الموسم الجاري، وحرص لاسارتي كمان على متابعه حاله شريف اكرامي واللي بيبذل جهود كبيره جدا عشان يتعافى من الاصابه اللي جات له، وان هو كان طبعا قريب جدا من اللحاق بقمه نادي الزمالك والمقرره ان شاء الله يوم 30 مارس اللي جاي. وطبعا موقف كمان وليد سليمان نفسه اللي هينتظم ان شاء الله في التدريبات الجماعيه في نهايه الاسبوع الحالي. كمان ابدى الجهاز الفني ارتياحه الكامل لاستعاده جهود عدد من اللعيبه المصابه قبل مواجهه شبيبه الثوره الجزائري. انتظم كمان حسام عاشور وصلاح محسن في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي امبارح، وتعافى كمان تعافى اول امبارح من شد في منشا العضله الاماميه تعرض ليها طبعا في مباراه حرس الحدود في الدوري المصري ممتاز. كمان تعافى صلاح محسن من الالام اللي كانت موجوده عنده في العضله الضمه واللي اشتكى منها برده قبل سفر الفريق للكونغو. كمان شارك برده محمد نجيب مدافع الفريق للمره الاولى في التدريبات الجماعيه بعد فتره من الغياب، وده كان بسبب طبعا خضوعه للتاهيل بعد اجراء عمليه في غضروف الركبه. كمان جريده الاخبار اتكلمت عن النادي الاهلي وقالت ان في حاله من التركيز الشديد سيطرت على تمرين النادي الاهلي امبارح بعد العوده من رحله الكونغو المرهقه بخساره افقدته صداره المجموعه وحطته طبعا في مأزق ولا حلول امامه سوى الفوز على متصدر المجموعه شبيبه الثوره الجزائري واللي تسحب في هدوء للقمه. وبقى طبعا النادي الاهلي دلوقتي مطالب ان هو يفوز عليهم السبت اللي جاي في برج العرب في اسكندريه عشان يضمن ان هو يتاهل، وفي حاله التعادل اكيد طبعا هيفضل النادي الاهلي مستني ان فيتا كلوب يتعادل مع سيمبا التنزاني، ودي طبعا النتيجه اللي بتخليه يصعد للدور اللي جاي في دوري ابطال افريقيا عشان يتفوق في نتائج المواجهات المباشره على بطل الكونغو. كمان وضح التركيز الشديد جدا على الكل في التمرين الاول بعد العوده من الراحه السلبيه، واولهم لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي واللي خطط من ساعه ما رجع من الكونغو ان هو يتصدى لانتفاضه الثوره الجزائري واقصائه من على قمه المجموعه عشان يضمن ان هو يحجز تذكره التاهل وصداره المجموعه برده من غير ما يدخل في نتائج ملهاش لازمه او يدخل في حزبه بيرما ويستنى نتائج الاخرين. كمان حرص الخواجه قبل التمرين ان هو يجتمع باللعيبه ويشرح لهم الاخطاء اللي وقع فيها كل لاعب او وقع فيها الفريق كله خلال مواجهه بطل الكونغو الاخيره، واظهر العين الحمراء في حواره للعيبه لما قال لهم من لا يستفيد من اخطائه لن يتطور ولن يجد مكانه محجوز في الفريق. وقال كمان ان المباراه اللي جايه مع بطل الجزائر مباراه حاسمه وما تتحملش اي اخطاء، ومن حسن الحظ انها طبعا على ملعبنا وان احنا لازم نحسمها ان شاء الله ونحجز تذكره التاهل. واحنا بنقول طبعا يعني ايه العين الحمراء ليه ما نقولش يعني ان هي تحفيز، ممكن يكون يعني هو بيتكلم بطريقه احسن. اكيد مارتين لاسارتي زي ما احنا متابعين في الفتره اللي فاتت كلها كان دايما حريص جدا ان هو يعمل جلسات نفسيه مع كل لاعب في النادي الاهلي، مش فكره عين حمراء زي ما الجرايد بتقول، ولكن هو ده طبع او هي دي طريقه مارتين لاسارتي في التعامل نفسيا مع لعيبه النادي الاهلي. كمان الاخبار قالت بقى الأخبار المسائي قالت أو اختارت الكلمة الأدق والأصح، وإن مارتين لاسارتي بيحفز اللعيبة. قالت كمان إن بدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بقيادة الأوروجواني مارتين لاسارتي إن هو يصحح الأخطاء اللي ظهرت خلال الفترة اللي فاتت في إطار طبعا حرص الجهاز الفني إن هو يوصل لأفضل مستوى قبل مباراة شباب الثورة الجزائري اللي هتقام إن شاء الله يوم السبت اللي جاي في الجولة الأخيرة والجولة الحاسمة في دوري أبطال أفريقيا.
بيسعى الجهاز الفني ان هو يجهز اللعيبه نفسيا وفنيا قبل المباراه المصريه، خصوصا طبعا ان الفريق محتاج ان هو يفوز عشان يضمن ان هو يصعد للدور القادم او دور الثمانيه للبطوله. عقد المدير الفني اجتماع مع اللعيبه عفوا مع بدايه التمرين، الاجتماع ده كان مدته 15 دقيقه، اتكلم فيها طبعا عن مواجهه شبيبه الثوره الجزائري، وركز اكيد لاسارتي على ضروره التركيز في الفتره اللي جايه عشان يتفادى اي سلبيات، ولازم ان احنا نفوز في المباراه القادمه مباراه شبيبه الثوره الجزائري عشان نقدر نتاهل لدور الثمانيه في البطوله. ورجع طبعا الفريق للتدريبات الجماعيه امبارح بعد انتهاء الراحه اللي حصل عليها اول امبارح، في ظل طبعا استقرار المدير الفني على السفر مبكرا لاسكندريه عشان يعمل هناك معسكر مبكر قبل المباراه ب 48 ساعه. خاض لعبه الفريق الاول اللي شاركوا في مباراه بيتا كلاب الكونغولي تدريبات استشفائيه على هامش التمرين الجماعي من خلال تدريبات الجري حوالين الملعب قبل ما يكملوا تدريباتهم في الجيم تحت اشراف اليخاندرو مدرب احمال الفريق. وما اكتفاش المدير الفني بالجلسه الجماعيه، كمان حرص ان هو يعمل جلسات منفرده مع اللعيبه زي سعد سمير مدافع الفريق، ده طبعا عمل معاه جلسه منفرده على هامش تدريب امبارح، وحرص لسارتي ان هو يدي مدافع نادي الاهلي بعض التعليمات ويطمن برده على حالته البدنيه والفنيه مع بدايه التمرين. شهد كمان التمرين تصعيد ثنائي حراسه المرمى فريق الشباب حمزه علاء ورمضان مصطفى للتدريبات، وحرص كمان طارق سليمان مدرب الحراس ان هو يصعد ثنائي حراسه المرمى في فريق الشباب لتمرين النادي الاهلي عشان يعوض برده غياب حارس الفريق محمد الشناوي وشريف اكرامي بسبب الاصابه. برضه جريده الجمهوريه قالت ان انهى الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي بقياده مارتين لاسارتي حاله الجدل اللي اثيرت في الفتره اللي فاتت بسبب ازمه حراسه المرمى اللي بيعاني منها الفريق بعد اصابه محمد الشناوي بالتواء في الكاحل، عشان ينضم شريف او ينضم لشريف اكرامي المصاب برضه بمز في السمانه. اعلن الجهاز الفني ان الشناوي هيكون متواجد على مقاعد البدلاء في مباراه شبيبه الثوره المقرر ليها ان شاء الله يوم السبت اللي جاي في الجوله الاخيره من منافسات دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، عشان يكون بديل لعلي لطفي اللي هيكون الحارس الاساسي في المباراه القادمه. وبنختتم جولتنا في الجرايد بمجله النادي الاهلي اللي نقلت تصريحات مارتين لاسارتي، وقالت ان اكد مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي في ثقته الكامله في نجوم الفريق وقدرتهم على حسم بطاقه التاهل لدور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا من بوابه برج العرب، وده طبعا بالفوز على شبيبه الثوره الجزائري يوم السبت اللي جاي. وقال كمان الآن ليس أمامنا سوى الفوز، قال كمان مارتين لاسارتي الفوز على بطل الجزائر يعني التأهل من برج العرب، وقال برضو علينا علاج الأخطاء التي سقطنا فيها أمام فيتا كلاب، لقد كان بإمكاننا الفوز ولكن التوفيق لم يكن حلفنا. ده كان أهم الكلام اللي اتقال عن النادي الأهلي أو عن فريقنا الأول في الجرايد وفي الصحافة. ودلوقتي معادنا مع أهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي لكن على مواقع الإنترنت. الموقع الرسمي لنادي الأهلي جوزي يحضر تدريبات الأهلي. أخبار اليوم الساحر والأسطورة يتابع عن ميران الأهلي. بوابة الأهرام حارس الأهلي يوصل التأهيل لمواجهة شبيبة الثورة. في الجول محمد الشناوي يشارك في جزء من ميران الأهلي. الشروق تدريبات تأهيلية لرباعي الأهلي المصاب. اليوم السابع لاسارتي يصحح أخطاء لاعب الأهلي قبل مواجهة الشبيبة. البوابة لا صوت يعلو فوق موقعات شبيبة الثورة في الأهلي. الموقع الرسمي لنادي الأهلي مرجان يبحث مع مدير أمن النادي ترتيبات الخاصة بمباراة الأهلي وشبيبة الثورة. الموقع الرسمي لنادي الأهلي رجال سلة الأهلي يتدرب بدون راحة. يلا كورة تحت مظلة الأهلي رقم تاريخي والابتعاد بالأكثر تتويجا هدف بأبطال أفريقيا لسيدات الطائرة. نروح
مع حضرات كل تفاصيل أهم الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي اللي اتنقلت النهاردة واتقالت واتنشرت على مواقع الإنترنت. ونبتدي مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي اللي قال إن البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الأهلي تواجد في تمرين الفريق النهاردة يوم الأربع اللي كان مقام على ملعب مختار التتش، وحرص جوزيه على التواجد في التمرين لدعم ومؤازرة الفريق قبل المباراة المهمة جدا والمرتقبة قصاد شبيبة الثورة الجزائري. بيستعد النادي الأهلي طبعا لمواجهة شبيبة الثورة يوم السبت اللي جاي على استاد برج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا. أخبار اليوم كمان قالت أن التقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالبرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق لفريق النادي الأهلي على هامش تمرين الفريق في الجزيرة. استقبل الخطيب الساحر البرتغالي بحفاوة كبيرة وعبر عن سعادته بحرص جوزيه على التواجد في تمرين النادي الأهلي لدعم الفريق قبل المباراة المصرية قصاد شبيبة الثورة الجزائري. كمان بوابة الأهرام قالت أن واصل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم في الأهلي أداء تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش التمرين الجماعي للفريق اللي أقيم النهاردة على ملعب مختار التتش في الجزيرة. بيعاني الشناوي من الإصابة بالتواء في الأنكل تعرض ليه في مباراة النادي الأهلي الأخيرة قصاد بيتا كلاب وما استكملش المباراة. كمان في الجول قالت أن بيبدو أن الأزمة العددية في مركز حراسة المرمى في النادي الأهلي في طريقها للحل. شارك محمد الشناوي حارس مرمى الفريق في جزء من تمرين الحراس النهاردة يوم الأربع استعدادا لمواجهة شبيبة الثورة. أدى الحارس المصاب جلسة تأهيل داخل صالة الجيم قبل ما ينضم لجزء من تمرين الحراس. خاض الشناوي الجزء الأخير من التمرين جالس على ركبته، خصوصا طبعا أنه بيعاني من التواء في الأنكل اتعرض ليه في مباراة النادي الأهلي الأخيرة قصاد فيتا كلاب الكونغولي. خرج من نص الشوط الأول ونزل مكانه زميله علي لطفي المرشح أن هو يبدأ أساسي ضد الثورة الجزائري. وكمان قال كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي في وقت سابق أن تحديد موقف مشاركة حارس الفريق محمد الشناوي كأساسي أو احتياطي ضد شبيبة الثورة الجزائري سابق لأوانه، ولكن أكد أن الحارس هيكون موجود في قائمة المباراة. كمان كشف عبد الحفيظ حالة محمد الشناوي حارس الفريق وطمن جدا الناس على حالته، قال أن حالته مطمئنة للغاية ولا توجد مشكلة في وجوده في القائمة المرشحة لخوض مباراة شبيبة الثورة الجزائري. كمان بوابة الشروق قالت أن خاض رباع النادي الأهلي المصاب الشناوي ووليد سليمان وسعد سمير وحمدي فتحي تدريبات تأهيلية ضمن البرنامج العلاجي الخاص لكل لاعب. وواصل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق أداء تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش التمرين الجماعي للفريق واللي أقيم على ملعب مختار التتش في الجزيرة. بيعاني طبعا الشناوي من الإصابة بالتواء في الأنكل تعرض ليه في مباراة النادي الأهلي الأخيرة قصاد فيتا كلاب وما استكملش المباراة. كمان بدأ حمدي فتحي إن هو يعمل تدريبات جارية حوالين الملعب وأدى برضه جانب من التدريبات البدنية والتأهيلية في الملعب قبل ما يخضع لجلسة من التدريبات في الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل. كمان بيعاني فتحي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية اتعرض ليها خلال مباراة الأهلي قصاد بتروجيت وما قدرش إن هو يكمل اللقاء، وأثبتت الفحوصات الطبية غيابه من 4 لـ6 أسابيع. ومن جانب آخر سعد سمير بقى خاض تدريبات تأهيلية وبدنية مكثفة تحت إشراف أليخاندرو ومدرب أحمال الفريق، وفي نفس الإطار كان بيأدي برنامج معمول له طبعا أو محدد ليه. وأخيرا كمان أدى وليد سليمان تدريبات بدنية وتأهيلية مكثفة بيواصل أداء البرنامج التأهيلي الخاص به عشان يتخلص من الإصابة اللي جات له مؤخرا. يعني طبعا وليد سليمان من جزع في الرباط الداخلي للركبة تعرض ليها في مباراة شبيبة الثورة في شهر يناير اللي فات. خاض وليد سليمان تدريبات مكثفة النهاردة يوم الأربع تحت قيادة حسين عبد الدايم مساعد مخطط أحمال الفريق. كمان اليوم السابع قالت ان وقف الاوروغواني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي تمرين الفريق الاحمر النهارده واللي كان بيقام على مختار التتش او على ملعب مختار التتش في مقر الجزيره في اكثر من مناسبه. وقف التدريب في اكثر من مناسبه عشان يصحح الاخطاء اللي وقع فيها اللعيبه، وان هو طبعا كان عايز يديهم بعض التعليمات الفنيه الخاصه عشان يقدروا ينفذوها في الايام القادمه في المباريات القادمه.
وعشان نعرف المزيد من التفاصيل والكواليس عن تدريب فريقنا النهارده اللي كان مقام على ملعب مختار التتش في الجزيره، معانا زميلنا محمد توفيق مراسل قناه النادي الاهلي اللي كان متواجد النهارده في التدريب. مساء الخير عليك يا محمد. مساء الخير يا شيما، برحب بيكي ومشاهدينك الكرام، كل متابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك، وعايز اعرف منك طبعا اخر واهم التفاصيل والكواليس الخاصه بتدريب فريقنا النهارده. يعني النهارده وصل الفريق الاول بالنادي الاهلي تدريباته اليوميه خلال مواجهه شبيبه الثوره الجزائري في الجوله النهائيه من دوري المجموعات لدوري ابطال افريقيا. التدريب بدا في تمام العاشره صباحا، استمر ساعه ونص، انتهى الساعه 11:30. التدريب بدا ببعض زي ما بيقول النصائح من المدير الفني الاساسي، اجتمع باللاعبين في وسط الملعب وعقد معاهم محاضره فنيه لم تتجاوز الا 8 دقائق. ثم تلا بعد ذلك تدريبات بدنيه بقياده مدرب الاحمال اليخاندرو اللي حرص لمده تقريبا نص ساعه على بعض التدريبات في فك العضلات والتدريبات الخفيفه نظرا للاجهاد اللي بعاني منه الفريق من 7 مباريات وتواليها وكمان السفر لمسافات بعيده. بعد كده تم تقسيم الفريق بمجموعتين، مجموعه من المدافعين ومجموعه من المهاجمين. كل مجموعه كانت يعني بتلعب امام احسن المرميين. المدافعين كان في تدريبات متخصصيه ليهم لقطع الكرات وقطع الكرات العرضيه والطلوع بيها من ورا لقدام وبناء الهجمه. ثم بيتابع المهاجمين تنظيم الهجمات وبعض تنفيذ بعض الجمل التكتيكيه اللي هيتم تنفيذها ان شاء الله في المباراه القادمه لتنفيذ الهجمات وزياده الفعاليه الهجوميه على المرمى. صحيح، يعني النهارده مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي وقف التدريب اكتر من مره عشان يدي شويه نصايح والتعليمات للعيبه، تعليمات طبعا فنيه وتكتيكيه. ما نقدرش نقول كده بالتحديد، اللي شفناه بعينينا في التدريب ان كان التدريب كان ماشي بشكل اكتر من رائع، كان في جمل متفق عليها كان بينفذها اللاعبين. هو النهارده كان حريص على اللعبه زي ما وضعها الجنينين، المدافعين كانوا بيحفظوا ازاي يطلعوا، يمكن كان مجموعه بس بينزلوا اثنين مدافعين بينفذوا بعض الجمل الدفاعيه امام 4 من المهاجمين. زياده الفعاليه الدفاعيه وقفل المناطق خاصه المباراه القادمه، يعني زي ما بنقول ما تستحملش ان الفريق يستقبل اهداف. وفي المقابل بناء بعض الجمل الهجوميه اللي تساعد باذن الله ان يبقى فيه ان شاء الله حصيله كبيره من الاهداف توفر فوز ان شاء الله في المباراه. فكان ده الحريص عليه الجهاز الفني. كان مقسم مجموعه خط الوسط والمهاجمين كانوا متقسمين لاربعه، يعني 16 لعيب متقسمين على 4 مجموعات بيقابلهم الناحيه الثانيه 8 مدافعين على 4 مجموعات برضه، كان لزياده الفعاليه الدفاعيه عشان الحد من الخطوره في الماتش الجاي ان شاء الله وباذن الله ما نتقابلش اهداف. ومن الناحيه المقابله يبقى في ان شاء الله فعاليه، يمكن شهدت مرار تالق اكثر من لاعب زي احمد فتحي النهارده، كان بيأدي التمرين بروح عاليه جدا وباداء اكثر من رائع. مروان محسن المهاجمين ووليد ازار يمكن كان مش تدريب بشكل عام، كان في تركيز كبير جدا من اللاعبين واداء اكثر من رائع. يا رب ان شاء الله يكون دافع قوي ومؤشر كبير ان شاء الله تحقيق الفوز والصعود بشكل مريح ان شاء الله في المباراه. طيب جمهور النادي الاهلي العظيم طبعا عايز يطمن على محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي، عايزك تقول لي اخبار محمد الشناوي ايه وقد ايه في فرص ان هو يلحق ان شاء الله بالمباراه القادمه قصاد شبيبه الثوره الجزائري يوم السبت المقبل. هو الموضوع من شقين، اول شق تصريح رسمي على لسان كابتن صلاح حفيظ ان شاء الله محمد الشناوي متواجد معانا في المباراه، ولكن لم يجزم الكاس هيبقى بشكل اساسي او على دكه البدلاء دوت محطه الجهاز الفني. والحارس لاعب حتى بدايه ان شاء الله المباراه، يعني هي لغايه المباراه هيتحدد كان هيبدا بشكل اساسي او هيبقى على دكه الاحتياط. الجانب الاخر بقى اللي حصل في التسجيل، محمد الشناوي يمكن كان الفريق بيتدرب على استاد سيتش، ومحمد الشناوي كان بيتدرب في الجيم، خلص الجيم وفي اخر ربع ساعه من التمرين شارك في تدريب منفرد مع كابتن طارق سليمان. يمكن برضه ما كانش فيه تدريب بدني قوي قد ما كانت تدريبات فنيه على حراسه المرمى، كانت حركته بطيئه شويه زي ما بنقول، ده حفاظا على عدم تحطم الاصابه. يمكن الورم خف من الرجلين لكن بدل يشعر بعض الالام، اللي ان شاء الله يعني بتاكيد كابتن فايز والجهاز الطبي هتتلاقى ان شاء الله مع دخول ميعاد المباراه وان شاء الله يكون موجود مع الفريق سواء اساسي او على دكه. طيب اخيرا طبعا عايزه اطمن منك برضو على باقي المصابين وعن الحاله البدنيه ليهم، سمعنا النهارده في 3 لعيبه رجعوا مره ثانيه للمشاركه في التدريبات الجماعيه، كمان سمعنا عن رجوع حمدي فتحي للتدريبات، يمكن النهارده الكلام اللي اتقال ان هو كان بيجري حوالين الملعب، عايزين نطمن برضو على وليد سليمان وعلى لعيبه النادي الاهلي المصابين. بالتاكيد، بس اسمحي لي قبل ما نتكلم في باقي اللعيبه المصابين، يمكن النهارده كان التدريب فيه لفتتين اكثر من رعايتين، الاولى حضور كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي للتدريب اكيد، يعني والساحر جوزيه
مساندة الفريق بشكل كبير قبل مباراة مهمة زي المباراة القادمة. وكانت المفاجأة السرة الأخرى لعب النادي الأهلي هو حضور المدير الفني لصالة النادي الأهلي مانويل جوزيه. صحيح. يمكن كابتن محمود حرص على تحية اللاعبين جميعا ومصافحتهم بمجرد ما انتهوا من بعض التدريبات، واستاذ الأزرهم كان لها حديث خاص مع احمد فتحي وحسام عاشور زي ما بنقول يعني من اللاعبين القدامى للفريق. طبعا على الجانب الاخر كان في يعني ترحاب كبير جدا بينه وبين اللاعبين، اللاعبين القدامى طبعا زي احمد فتحي وحسام عاشور، كان في لقاء اكثر من رائع وليد سليمان اتكلم معاهم وكان حريص ان هو يبقى جنب الفريق في وقت زي ما كانت الاوضاع صعبه المباراه الجايه ومباراه حاسمه بشكل كبير جدا بعد انتهاء المباراه كتير جدا مع الجانب الفني الحالي بين الفرد اللي صار اتكلموا كتير جدا وكان في بعض المداعبات وبعض الحوار الود الطيب بينهم. نرجع تاني للاصابات زي ما حضرتك ذكرت النهارده حمد فتحي عدى بعض التدريبات الاول اكتفى بالجري حوالين الملعب وبعد كده بعض التدريبات العلاجيه مع الدكتور، بعد كده كمان وليد سليمان نزل النهارده يمكن بعد الجيم والتدريبات الفرق البدنيه ادى بعض التدريبات مع استاذ كابتن طارق عبد العزيز. واعتقد ان وليد سليمان يعني عودته ان شاء الله تبقى خلال اسابيع قليله جدا يواجه ان شاء الله باذن الله يرجع بالسلامه. وزي ما اتكلمنا عن محمد الشناوي شارك في جزء بسيط جدا في المباراه في الاخر مع كابتن طارق. صحيح. بشكرك جدا على وجودك معنا محمد توفيق زميلنا مراسل قناه النادي الاهلي اللي كان متواجد النهارده في تدريب النادي الاهلي ونقل لنا طبعا زي ما حضراتكم سمعتوا اهم التفاصيل والكواليس الخاصه بتمرين النهارده التمرين الصباحي الجماعي. نرجع مره ثانيه لاخبارنا اخبار النادي الاهلي من على مواقع الاتو، بنوصل لموقع البوابه. البوابه قالت ان لا صوت يعلو على صوت مباراه شباب الثوره الجزائري جوه النادي الاهلي والمقرر ليه ان شاء الله يوم السبت اللي جاي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. المباراة اللي هتقام إن شاء الله على ملعب برج العرب في اسكندرية. رفع مسؤولين النادي الأهلي حالة الاستنفار للدرجة القصوى على كل المستويات للخروج باللقاء لبر الأمان في حضور 15,000 متفرج. كمان طلبت الإدارة الحمراء رفع العدد للضعف لدعم اللعيبة اللي ما فيش أمامهم سوى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقط للتأهل لربع النهائي بعد الخسارة طبعا في آخر مباراتين قصاد سيمبا التنزاني وبيتا كلاب الكونغولي. برضه الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي عمل اجتماع مهم جدا النهارده الظهر في مقر النادي الاهلي في الجزيره مع مدير الامن في مقر النادي الاهلي الجزيره وفروع النادي الاهلي عشان يحطوا خطه امنيه ويعملوا الترتيبات الخاصه بمباراه الفريق الاول اللي هتكون ان شاء الله قصاد فريق شباب الثوره الجزائري يوم السبت اللي جاي على ملعب برج العرب في اسكندريه، وده طبعا ضمن منافسات دوري ابطال افريقيا. استعرض الاجتماع الاتصالات المستمره مع قيادات وزارة الداخلية ومديرية أمن اسكندرية لتوفير الأجواء المناسبة والتيسير على جماهير وأعضاء النادي الأهلي خلال المباراة، إلى جانب المهام اللي هيقوم بها أفراد الأمن الإداري بالنادي الأهلي وشركة الأمن الخاصة اللي بيتم الاستعانة بها في تنظيم المباريات خلال الفترة اللي فاتت. أكد كمان مرجانة على التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية وعلى تقدير النادي الأهلي للجهود اللي بتعملها وزارة الداخلية بعد الموافقة على زيادة أعداد الجماهير ل 15,000 مشجع والتعاون المثمر ما بين جميع الأطراف لخروج المباراة بالشكل المطلوب، لافتا إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي بيعمل مجهود كبير جدا عشان يكون موجود أو تقدر الجماهير تكون موجودة في المدرجات. وقال كمان أن النادي الأهلي بيثق بشدة في وعي جماهير النادي الأهلي ومسؤوليتها تجاه دعم الفريق بالشكل الحضاري اللي بيتناسب مع مكانة النادي الأهلي والظهور بصورة مشرفة تليق بنادي القرن. وقال كمان أن لازم يكون في التزام بالتعليمات عشان تقدر او يقدر النادي الاهلي يطلع المباراه دي بشكل ناجح، واكد طبعا قدره النادي الاهلي على تنظيم مختلف الفعاليات والبطولات. كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال برضو ان الفريق الاول لكره السله رجال في النادي الاهلي بيواصل تدريباته بدون راحه بعد مباراته مع الاتحاد السكندري امبارح يوم الثلاث في دوري السوبر للمحترفين. قرر الجهاز الفني بقياده طارق خيري استمرار التدريبات استعدادا لمواجهه الاتحاد يوم السبت اللي جاي في الدور نصف النهائي من منافسات بطوله كاس مصر. بيسعى كمان الجهاز الفني لتجهيز اللعيبه بدنيا وفنيا للمباراه المرتقبه بعد ما انتهت مباراه الفريقين في دوري السوبر بفوز الفريق السكندري بنتيجة 72-82.
موقع يلا كورة كمان قال انه بيستعد النادي الاهلي لاستضافة نسخة تاريخية من البطولة الافريقية للاندية الابطال للكرة الطائرة سيدات خلال الفترة من 17 وحتى 26 من شهر مارس الجاري. البطولة التي يعد او يعد النادي الاهلي هو النادي المصري الوحيد الذي سبق له الفوز فيها. ستكون تاريخية طبعا بسبب عدد الأندية اللي سجلت في المشاركة في البطولة. وحسب ما ذكروا الاتحاد الأفريقي للعب عبر موقع رسمي فإن 27 نادي قاموا بتسجيل للمشاركة في البطولة، وده رقم غير مسبوق في تاريخ المسابقة في البطولة الماضية اللي أقيمت في 2018 اللي استضافها برضو أو باستضافة من النادي الأهلي. كمان شهدت مشاركة 19 فريق، وده الرقم اللي بيعادل أكبر وقتها. النادي الأهلي هو الفريق المصري الوحيد اللي سبق ليه أنه هو يحقق لقب المسابقة بعد ما توج بها 9 مرات قبل كده، عشان يكون البطل الأكثر تتويجا بها ما بين جميع الأندية القارية. وكمان بيجد النادي الأهلي منافسة كبيرة جدا على عدد ألقابه، ومنافسة من كينيا بظل تتويج نادي كينيا بالمسابقة 6 مرات قبل كده، إلى جانب طبعا خماسية أخرى توج بها السجون الكيني. وتسع أندية بس سبق ليها أنها توجت بالبطولة الأفريقية، النادي الأهلي و النادي الكيني والسجون الكيني، ودول طبعا بيعتلوا القمه وبيحل بعديهم الافريقي التونسي ب4 ألقاب، وبوصل الكيني بلقبين ولقب واحد بس للمجمع البترولي وبجايا الجزائري والبنك التجاري الكيني وقرطاج التونسي. دلوقتي بقى ميعادنا مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقرتنا في الكلام في الميديا، خليكم معانا. عربي في أفريقي اليوم 7 أجيري يستفسر عن الطائرة الخاصة في رحلة المنتخب للنيجر ونيجيريا. الوفد أجيري ينصح تريزيجيه بالرحيل عن قاسم باشا. وان تري مدرب المنتخب يدافع عن محمد صلاح. فيتو أبو ريدا أفريقيا ستفخر بتنظيم مصر لكأس الأمم الأفريقية 2019. بوابة الأهرام ربيع ياسين نتابع كل اللاعبين وهدفنا بناء جيل قوي للمنتخب. بوابة الشروق في ختام دور 16 في دوري أبطال أوروبا، ليفربول بقيادة صلاح يصطدم ببايرن ميونخ. صدى البلد رسالة دعم مؤثرة من تريزيجيه لمحمد صلاح، الليلة ستكون الأفضل. بوابة الفجر جماهير ريال مدريد تصدم محمد صلاح. يلا كورة سام مرسي أتطلع لخوض أمم أفريقيا مع مصر ومستمتع بما أقدمه مع ويجن. وان تري برشلونة يصارع ليون في دوري الأبطال. بطولات غوارديولا يتمنى خروج ليفربول أمام بايرن ميونخ وتأهل برشلونة ويصرح أنا لست ريال مدريد. في الجول رونالدو من أجل ذلك تعاقدوا مع أتلتيكو فريق قوي لكننا يوفنتوس الأكبر منه. كورة غريزمان منبهر بثلاثية رونالدو. كاس عربي زيدان يسعى لضم نجمي الدوري الايطالي لريال مدريد. سبورت 360 تاخل يعلق على تصريح رئيس الريال بشان مبابي ونيمار. بنبتدي دايما مع حضراتكم تفاصيل الاخبار بالاخبار المحليه واهم الاخبار المحليه. نبتديها من موقع سوبر كوره اللي قال ان هاني ابو ريده رئيس اتحاد الكوره اخطر مسؤولين الاتحاد العربي لكره القدم بقرار مجلس الجبليه بعدم الموافقه على جمع الانديه المصريه بين البطولتين العربيه والافريقيه في الموسم الجديد. ابو ريده اوضح لمسؤولين الاتحاد العربي على هامش الاجتماع اللي عقد في السعوديه انه لن يسمح للانديه المصريه التي تشارك في البطولات الافريقيه بالمشاركه في البطولات العربيه.
حفاظا على استقرار مسابقه الدوري والكاس، بجانب منح الفرصه لباقي الانديه للمشاركه في البطوله العربيه للاستفاده الفنيه والماديه. كمان اليوم السابع قال ان استفسر اجاري من اتحاد الكوره عن انهاء اجراءات السفر للنيجر بطائره خاصه، لا سيما وان السفر بالطيران العادي يستغرق 13 ساعه بعكس الطائره الخاصه التي تنقل الفراعنه للنيجر بخمس ساعات ونصف. ويتركب أجاري حسم هذا الأمر قبل انطلاق المعسكر الأحد المقبل، ويستعد منتخب مصر لمواجهة النيجر يوم 23 مارس الجاري في ختام تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، بجانب خوض مباراة ودية أمام نيجيريا يوم 26 من الشهر الجاري. كمان الوفد قالت أن المكسيكي خافير أجاري المدير الفني لمنتخب مصر نصح محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي بالرحيل عن فريقه نهاية الموسم الجاري. أجاري أكد خلال حديثه مع الجهاز المعاون ليه أن تريزيجيه بيمكنه اللعب في أي دوري في العالم نظرا لامتلاكه قدرات فنية وبدنية كبيرة، فضلا عن كونه لاعب ملتزم داخل وخارج الملعب. كمان وان تري قالت ان دافع هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر لكرة القدم عن محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي بعد الهجوم الكبير اللي تعرض ليه اللاعب، وقال رمزي مش مصدق ولا عارف ده ليه بيحصل، للاسف البعض مستكتر الفرحة على المصريين بلاعب كبير زي محمد صلاح. قال كمان هاني رمزي محمد صلاح وصل لمكانة كبيرة جدا، فهو ثالث أفضل لاعب في العالم ومن الطبيعي ان هو يتكلم عن إنجازاته، وأنا ضد اتهامه بالغرور والتعالي. محمد صلاح لاعب متواضع وبيعشق بلده مصر والمصريين. وقال كمان إلى كل من يتهم صلاح بالتعالي على المصريين، هل نسيت لقطة الفرعون المصري وسقوطه على أرضية ملعب برج العرب بعد إحراز الكونغو هدف التعادل في مرمى المنتخب، وإصرار لاعبنا على تحفيز زمايله وعدم الاستسلام حتى انتهت المباراة بفوز منتخبنا بهدفين مقابل هدف وتحقيق حلم التأهل لمونديال روسيا 2018. أنا كنت موجودة بقى في المؤتمر الصحفي اللي رد فيه محمد صلاح على سؤالي أصلاً. أنا سألته وقلت له أنت إزاي بتقدر تتعامل مع الضغط النفسي الكبير جداً اللي بيكون عليك لما بتلعب سواء في مصر لمنتخبنا الوطني الأول أو حتى لليفربول وأنت مطالب في كل مباراة بتنزل فيها أنك تحرز أهداف، فتكلم عادي يعني اتكلم. قال أنا من تصريحاته قال أنا شايف نفسي من زمان أن أنا حاجة كبيرة. هو كان وهو بيقول كده كان قصده ان هو يوعي الناس ان لازم الواحد يكون عنده ثقه كبيره جدا في نفسه عشان يقدر يوصل لحاجه. ما هو انت لو مش مقتنع بنفسك ومش شايف نفسك ان انت حاجه كبيره مش توصل لحاجه ولا تتقدم خطوه واحده. فهو كان بيتكلم وانا يعني كنا قاعدين انا وزمايلي الصحفيين والاعلاميين قاعدين معاه في مؤتمر صحفي صغير، فالراجل كان بيتكلم بمنتهى الطبيعيه. وكمان من اهم الحاجات اللي حصلت في المؤتمر الصحفي ده ان محمد صلاح مش زي ما الناس بتقول ان هو بيمشي بكلام شخص اخر او في شخص اخر بيحركه، لا بالعكس كان في كذا سؤال اتساله اعترض عليه مدير اعماله رامي، لكن محمد صلاح صمم ان هو يرد ورد حتى لو كان الرد ده في الاخر جاب له كلام كتير هو في غنى عنه، لكن هو ده اللي حصل. محمد صلاح بيمشي بدماغه، محمد صلاح ما كانش قصده ان هو يتعالى، وبيقول انا شايف نفسي ان انا حاجه كبيره، انا شايف نفسي ان انا حققت انجازات كبيره. طب ما هو ده حقيقي، ايه المشكله؟ واحنا كمان بنقول له كده ليه بنتصيد الاخطاء وليه مستنيين غلطه عشان نمسك فيه؟ انا عايزه اقول لكم ان انا وانا رايحه من بركب قطر من لندن عشان اروح ليفربول، فالناس كتير قوي طبعا رايحين الماتش بتاع ليفربول ده وبيرنلي، فالناس بيسالوني انت رايحه تعملي ايه؟ فبقول لهم انا من مصر ورايحه عشان اشجع محمد صلاح وهقابله كمان بكره. انا عايزه اقول لكم ان الناس اللي كانوا قاعدين معايا في القطر بيقولوا لي طب نشيل لك الشنطه، طب نشيلك انت، طب نشتغل لك بودي جاردز عشان عارفوا بس ان انا من مصر وان انا هقابل محمد صلاح. فاحنا المفروض ان احنا نكون وراه ندعمه يعني نحسسه قد ايه احنا فخورين بيه، لكن انا مش شايفه اي داعي او اي سبب ابدا للهجوم الكتير جدا الهجوم الزياده اللي تعرض له محمد صلاح. هو اتكلم بمنتهى التلقائيه منتهى الطبيعيه. هو قال حتى لو انا يعني نزل تويتر بعد كده بعد الهجوم الكبير ده، قال حتى لو انا كنت غلطت في الكلام انتوا ليه مستنيين لي غلطه؟ فعلا ليه؟
هو اتكلم بمنتهى الطبيعيه، رد بمنتهى الطبيعيه علينا وقال انا شايف نفسي لاعب كبير، انا حققت حاجه كبيره، انا عملت كده عشان ابتديت ابعد عن اللي بيحصل في السوشيال ميديا، ما بقتش كل همي ان انا اتكلم على اللي بيحصل في السوشيال ميديا واخد كلام السوشيال ميديا. ممكن حد ملوش اي وجود في الدنيا مستخبي ورا فيك اكونت زي ما بنشوف امير الاحزان والحاجات الغريبه اللي بنشوفها على تويتر دي، ويدخل يقول لي كلام يضايقني او يشتمني ويمشي. ما ينفعش احط الناس دي في دماغي. هو كان بيقول الكلام ده كان قصده ان هو ينصح الناس اللي زيه او اللعيبه اللي زيه ازاي يفصلوا حياتهم عن السوشيال ميديا برغم اهميتها. هو الراجل كان بيتكلم بمنتهى الطبيعيه، وكان بيتكلم كمان بصيغه ان هو بينصح الناس اللي حابين ان هم يوصلوا لمكانه زي اللي وصل لها يعملوا ايه في حياتهم مش اكتر. فانا بصراحه انا كمان شايفه ان الهجوم اللي تعرض له محمد صلاح ده يعني لا يستحق بالمره. نرجع نكمل اخبارنا تاني وبنوصل لفيتو. فيتو قالت ان هاني بريده رئيس اتحاد الكوره عبر او هو طبعا رئيس اللجنه المنظمه لبطوله كاس الامم الافريقيه 2010 عبر عن جاهزيه مصر لاستضافه البطوله، وقال كمان ان الاستعدادات بتسير بشكل جيد قبل نحو 100 يوم من انطلاق البطوله. قال ابو ريده في مقابله مع الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي الكاف الاستعدادات تسير بشكل جيد، هناك اجتماعات يوميه بين اللجان المنظمه واللجان المختصه تجهيز كل شيء بشكل مثالي من ملاعب وفنادق وملاعب تدريبات ووسائل نقل الجماهير الزائرين. وكمان قال ان مصر دائما تصنع التاريخ في افريقيا، كنا بطل الاول نسختين للبطوله والان نصنع التاريخ باستضافه بطوله استثنائيه تضم 24 منتخب للمره الاولى بدلا من 16، وستكون اول بطوله ايضا في الصيف بدلا من اقامتها في يناير، ولكننا سنجعل افريقيا فخوره بتنظيم البطوله في مصر. كمان بوابة الأهرام قالت أن ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب أكد أن الهدف الأساسي من تدريب منتخب الشباب هو بناء جيل قوي لمنتخب مصر. قال ربيع ياسين في الوقت ضيق ولكن نتابع كل اللعيبة على مستوى الجمهورية، وقال كمان المسؤولية ليست نتائج بل بناء جيل قوي للمنتخب في المستقبل. سنقيم عسكر في الفترة المقبلة يتضمن 4 مباريات، وقال كمان مجموعة مصر أو مجموعتنا فيها المغرب والجزائر وليبيا في دورة شمال أفريقيا المقرر لها الشهر المقبل في اسكندرية. بوابة الشروق قالت أن بتختتم اليوم منافسات جولة الإياب في دور 16 من دوري أبطال أوروبا والشامبيونز ليج لكرة القدم بمواجهة بيتوقع أن تحمل الكثير من الإثارة، حيث يلتقي بايرن ميونخ الألماني بليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوف محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني بعد أن انتهت جولة الذهاب بالتعادل السلبي. يكفي لليفربول التعادل الإيجابي أو الفوز بأي نتيجة للعبور للدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بينما يكفي بايرن ميونخ الفوز بهدف دون مقابل لتخطي دور 16. بيسعى محمد صلاح للعودة لزيارة الشباك مجددا بعد صيامه عن التهديف لمدة 5 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، وبيحمل بايرن ميونخ الألماني أمال الجماهير الألمانية بشكل كبير في البطولة الأوروبية بعد ما خرج غريمه بروسيا دورتموند من منافسة البطولة على إيد توتنهام الإنجليزي، بالإضافة لوداع شالكة المؤسف على إيد مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 2-10 بمجموع مباراتين الذهاب والإياب. أكيد طبعا كل التوفيق لنجمنا المصري محمد صلاح. نرجع نكمل أخبارنا تاني وبنتكلم برضو عن محترفين المصريين. صدى البلد قالت النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي وجه رسالة لزميله في المنتخب محمد صلاح قبل مواجهة فريق ليفربول الإنجليزي أمام بايرن ميونخ الألماني في المباراة والمقرر لأنها تقام إن شاء الله الساعة 10 مساء في استاد أليانز أرينا في إطار منافسات إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا وتشامبيونز ليج. نشر تريزيجيه على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة للفرعون المصري وكتب حظ طيب الليلة، متأكد إنك تعملها، أنت الأفضل إن شاء الله. أكيد طبعا كلنا كمان بنتمنى لمحمد صلاح إن شاء الله النهاردة التوفيق، إن هو إن شاء الله بإذن الله بعد ال5 مباريات اللي فاتوا اللي هي ما حصلتش قبل كده اللي صام فيهم عن التهديف النهاردة يرجع ويحرز في شباك بايرن ميونخ الألماني. كمان بوابة الفجر قالت إن جماهير نادي ريال مدريد الأسباني اختارت الصفقات الجديدة تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للميرينجي، وبيعتقد مشجعو النادي الملكي إن أولوية زيدان في العودة للبرنابيو يجب أن تكون بالتعاقد مع نجم تشيلسي
إيرن هازارد هذا الصيف، وتم إعادة تعيين المدرب الفرنسي لريال مدريد بعد أقل من عام من الابتعاد عن النادي بعد فوزه بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا في 3 سنوات. وارتبط ريال مدريد بالعديد من اللاعبين خلال الفترة الحالية أمثال نيمار، هاري كين، محمد صلاح، ساديو ماني، وجات النتائج الخاصة بالاستطلاع بحسب رغبة جماهير ريال مدريد كما يلي: هازارد 54%، نيمار 15%، هاري كين 8%، إيريكسون 3%، بول بوجبا 2%، صلاح 2%، وساديو ماني 1%. يلا كورة كمان اتكلمت عن محترفينا في الخارج وقالت ان سام مرسيقى نادي ويجن الانجليزي ولاعب منتخب مصر اكد انه بيتطلع لخوض تجربة التواجد في كاس امم افريقيا 2019 مع الفراعنة خلال شهر يونيو اللي جاي. قال كمان مرسي في تصريحات خاصة ليلا كورة ان عقده مع ويجن مستمر لمدة موسمين جايين، واتمنى ان هو ينهي الموسم الجاري بشكل جيد مع الفريق. وقال كمان قائد ويجن: أجاري مدرب رائع وخبير في هذا المجال، حيث لديه مسيرة مميزة وناجحة، أثق أنه سيحقق نجاحا مذهلا مع المنتخب المصري. وقال كمان: لدينا بطولة كأس الأمم الأفريقية على أرضنا ووسط جمهورنا، وتطلع بشدة أن أخوض هذه التجربة مع منتخب مصر. واختتم سام مرسي كلامه وقال: مستقبلي لدي موسمين آخرين مع ويجن، واستمتع حاليا بما أقدمه مع الفريق، أتمنى أن ننهي الموسم بشكل جيد. برضو موقع وانتري قال أن بيلتقي فريق برشلونة الأسباني منافسه أولمبيك ليون الفرنسي النهاردة يوم الأربعاء الساعة 10 مساء على ملعب الكامب نو ضمن منافسات أيام دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا. بيتطلع النادي الكتالوني لتحقيق نتيجة إيجابية بتمنحه بطاقة العبور لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لما يستضيف ليون في إياب ثمن النهائي. انتهت مواجهة الذهاب في اليوم بالتعادل السلبي، وده معناه أن الفريق الفرنسي بيكفي التعادل الإيجابي بأي نتيجة، في حين أن بلوغرانا مطالب بالفوز بأي نتيجة للتأهل. موقع بطولات كمان قال أن باب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي بيتمنى تأهل بايرن ميونخ الألماني على حساب ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا. بيواجه بايرن ميونخ الفريق السابق لباب غوارديولا نظيره ليفربول مساء اليوم على ملعب أليانز أرينا في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي على ملعب أنفيلد، و طبعا ده كان في الاسبوع الماضي. ودلوقتي اي نتيجه اكيد اي نتيجه النهارده نتيجه فوز يعني العملاق البافاري هتاهله لربع النهائي. قال كمان جوارديولا: لقد كنت جزء من بايرن ميونخ وقضيت مع هذا النادي 3 سنوات رائعه، واحب مدينه ميونخ كثيرا كما ان لدي الكثير من الاصدقاء هناك. وقال كمان في تصريحات نشرتها صحيفة إيفنينغ ستاندرد الإنجليزية: بالتأكيد أتمنى تأهل بايرن ميونخ الألماني وأعتذر للإنجليز على ذلك، لكنه فريق السابق ولا زلت أتمنى لهم التوفيق، فالمباراة ستكون صعبة بالتأكيد. كما أوضح المدرب الأسباني: أعلم أن هناك العديد يثق بي، يثقون بأننا سنحقق الأبطال. لقد فزت بدوري الأبطال مرتين مع برشلونة، لكنني خسرت في 7 مشاركات أخرى مع 3 أندية. أنا لست ريال مدريد لأحقق كل عام، واتمنى باب غوارديولا تأهل برشلونة. وقال: هناك العديد من المفاجآت في دور 16 هذا الموسم، مثل خروج ريال مدريد وأتلتيكو وباريس سان جيرمان. أتمنى تأهل برشلونة أمام ليون. موقع كورة كمان قال إن الفرنسي أنتوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد الأسباني أشاد بأداء الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي خلال مباراة الفريقين امبارح يوم الثلاث في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا. يوفنتوس هزم أتلتيكو ب3 أهداف، وقعها كريستيانو رونالدو في شباك يان أوبلوك. وعن الفوز ده قال غريزمان خلال تصريحات أبرزتها صحيفة مترو البريطانية: كريستيانو يصنع طفرة في أي فريق يلعب معه، إنه لاعب رائع. وقال كمان: في المباراة الأولى لم يحصل رونالدو على أي فرصة أمام مرمانا، أما في الإياب فقد سنحت له 3 فرص وتمكن من تسجيل 3 أهداف. وتم أتلتيكو لم يلعب بشكل جيد أمام اليوفنتوس، الجميع يشعر بالذنب بسبب النتيجة وأنا في مقدمتهم. كمان موقع في الجول قال: لم يفرط كريستيانو رونالدو في احتفاله بثلاثية تاريخية أهلت اليوفنتوس على حساب دوري على حساب أتلتيكو لدوري أبطال أوروبا بعد ما سجل 3 أهداف في شباك أتلتيكو مدريد خلال مباراة
امبارح يوم الثلاث ليقود اليوفي للتأهل للدور ربع النهائي. قال كريستيانو رونالدو في تصريحات اتنقلت لي عبر الوسائل الإعلام أو وسائل الإعلام العالمية: ليست مباراة كبيرة بل هي ليلة كبيرة لفريق يوفنتوس. وقال كمان: إذا وصلنا على نفس هذا المنوال ربما في النهاية نحصل على اللقب. رونالدو رد على سؤال في تاريخ يوفنتوس لم يقدم عودة تاريخية كتلك، فقال: من أجل هذا تحديدا تعاقد مع يوفنتوس بداية الموسم وأنا فقط أقوم بعملي. النجم البرتغالي كمان قال: أتلتيكو مدريد فريق صعب جدا لكننا أيضا أكبر منهم، واليوم استحققنا الفوز. وقال كمان دون في تصريحاته: سنسير خطوة بخطوة لحين الوصول لأبعد نقطة ممكنة في مشوار البطولة. سبورت أو آسف العربي قال أن بيبدو أن العمل بدأ سريعا في ريال مدريد في عقاب عودة زين الدين زيدان لتدريب الفريق الأسباني. فالحديث الآن عن ضم أحد نجوم الدوري الإيطالي المميزين في الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال كمان أو قالت التقارير الصحفية الأسبانية أن زين الدين زيدان مهتم للغاية بلاعب خط وسط لاتسيو الإيطالي سيرخي ميلينوكوفيتش البالغ من العمر 24 عام، وقدم أداء رائع مع لاتسيو في الموسم اللي فات، سجل خلاله 14 هدف، صنع 9 أهداف في 48 مباراة. وبالكلام عن الموسم الجاري، لا يبدو سافيتش سائر بشكل جيد، فقد سجل إلى الآن 4 أهداف ومر تمريرتين حاسمتين في 31 مباراة. كما أضافت التقارير أن مدرب الريال مهتم أيضا بالتعاقد مع نجم آخر من الدوري الإيطالي وهو آلان نجم نادي نابولي. ولكن إدارة النادي الأخيرة نابولي أعلنت أن لاعب البرازيلي ليس للبيع. سبورت 360 توماس توخيل المدير الفني الألماني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي علق على تصريح بيريز رئيس ريال مدريد الأسباني بشأن كيلين مبابي ونيمار دي سيلفا. وكان بيريز رفض الاختيار من بين الثنائي الفرنسي البرازيلي، حيث استغل الصحفيون تواجده في مؤتمر التقديم زين الدين زيدان مدير فني جديد للمرنجي خلفا للأرجنتيني سانتياغو سولاري لسؤاله عن صفقة لوس بلانكوس القادمة من بين بطل العالم 2018 ونجم برشلونة الأسبق. ولكن بيريز رد: أريدهما سويا. صحيفة أس الأسبانية كمان نقلت تعليق لمدرب بروسيا دورتموند الألماني السابق على الكلمات دي، وقال فيها: الجميع يريد نيمار، مبابي، فيراتي أو ماركينيوس في فريقهم، لا يضايقني قول ذلك. وذكرت الصحيفة أن عمليتي التعاقد مع مبابي ونيمار ستكونان معقدتين، خصوصا فيما يتعلق بمبابي الذي أكد نيته على الاستمرار مع باريس سان جيرمان. زي كل يوم هنشوف معاكم ايه الجديد في عالم السوشيال ميديا. المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي نشر صوره على الفيسبوك من تمرين الفريق النهارده لكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وكابتن مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الاهلي، وكتب: بيبو مانويل جوزيه في تمرين الاهلي صباح اليوم. كمان علي غزال المحترف فرنسي البرتغالي وجه رسالة لمحمد صلاح وكتب على تويتر: استمر في التقدم للأمام يا أخي، أحبك كثيرا. كمان نشر كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي صورة لفريقه على الانستغرام بعد مباراة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا اللي انتهت بفوز اليوفي بهاتريك رونالدو وتأهله لربع نهائي البطولة. كتب كريستيانو رونالدو: الفرد من أجل الجميع والجميع من أجل الفرد. نشر كمان حساب نادي يوفنتوس الإيطالي على الانستغرام صورة للفريق بعد المباراة وكتب: يا لها من ريمونتادا، يا له من فريق. نشر كمان حساب دوري أبطال أوروبا وتشامبيونز ليج على تويتر صورة لرونالدو وكتب: للتسجيل، كريستيانو رونالدو أصبح أول لاعب في التاريخ يحرز 125 هدف في مسابقات الأندية الأوروبية. نشر كمان حساب في الجول على الانستغرام صورة كريستيانو رونالدو كتب: لن تجد أي لاعب في العالم يستطيع تحويل الضغوطات لإنجازات وإعجازات
مرحبا بكم في دوري أبطال رونالدو. كمان باولو ريبالا نشر صورة للفريق على الانستغرام وكتب كلنا معا الآن. نشر كمان كيفيني الصورة نفسها على الانستغرام وكتب مباراة ملحمية ببساطة، أفضل طريقة للاحتفال ب 500 مباراة بهذا القميص، لنستمر هكذا. نشر كمان أمريكان لاعب اليوفنتوس صورة للفريق على تويتر وكتب روح واحدة فريق واحد. الحارس الإيطالي كمان بوفون حارس مرمى ريال مدريد فحرص أنه يهني النادي السابق ونشر صورة على الانستغرام وكتب مبروك للجميع، ريمونتادا غير عادية. كمان مسعود زال لاعب أرسنال الإنجليزي كتب على تويتر عرض رائع مع كريستيانو رونالدو. نشر كمان رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي على تويتر صورة من مباراة شالكا في دوري الأبطال أو تشامبيونز ليج واللي انتهت بفوز كبير للسيتي بنتيجة 7-0 وكتب نتيجة وأداء مذهل، ليلة للذكرى في ملعب الاتحاد من جديد على أمل أن يكون هناك المزيد منها. كمان نشر برناردو سولفا لاعب مانشستر سيتي صورة من المباراة على تويتر وكتب إلى الدور ربع النهائي. برضه نشر فالفورن لاعب مانشستر سيتي صورة على تويتر وكتب أول هدف في الشامبيونز ليج وأيضا إلى الدور ربع النهائي. نشر كمان لروي ساني لاعب مانشستر سيتي صورة من المباراة على تويتر وكتب أداء متميز من الفريق. غوندوغان نشر صورة برضه على تويتر وكتب هذا الفريق غير معقول، دائما متعطش للمزيد. مشاهدينا دلوقتي معدنا مع فاصل سريع ونرجع نستقبل معاكم ضيفنا النهارده استاذ احمد فاروق الصحفي في موقع يلا كوره. في الميديا وقناة النادي الأهلي. أهلا بك يا شيماء وأهلا بجمهور الأهلي في كل مكان. أهلا بك. طبعا أكيد هنتكلم النهاردة في حاجات كتير جدا بتخص النادي الأهلي، لكن خلينا في الأول نقف عند تدريب الأهلي الصباحي النهاردة اللي كان متواجد فيه الساحر جوزيه هو وكابتن محمود الخطيب. قد إيه طبعا تواجد الثنائي ده، الثنائي الأسطورتين جوه التدريب، كان مهم أكيد للفريق وأكيد كان حافز أو دفع معنوية كبيرة جدا للفريق. أكيد مهما تكلمنا عن جوانب فنية دايما، لكن الجانب المعنوي مهم جدا في أي فريق، خصوصا الفرق الكبيرة اللي بتلعب على بطولات كبيرة وعلى طموحات كبيرة. الأهلي طبعا في موقف، يعني مش هنقول صعب جدا، لكنه موقف صعب لأنه مطالب بالفوز في مباراة مهمة جدا عشان يكمل مشواره في البطولة اللي بيعتبرها جمهور الأهلي هي الأهم دايما وهي بطولة أفريقيا. تواجد كابتن محمود الخطيب وتواجد مانويل جوزيه كان دعم مهم جدا، واللقطه الطريفه اللي حصلت ما بين جوزيه ولاسارتي وانه بقى يعني يتمسح في جوزيه وكانه يعني بيتبرك بيه، يعني طبعا بمعنى لطيف مش بمعنى صحيح. يعني يؤخذ بشكل مش كويس، يعني كانت لمسه لطيفه جدا وكوميديه أكيد. في الفريق، واعتقد ان لاسارتي قدم بدايه كويسه مع الاهلي ومع الفريق سواء فنيا او حتى على الصعيد المعنوي مع اللاعبين وعلاقته باللاعبين وعلاقته بالنادي، وقدم نفسه كمدرب مبشر جدا للجمهور النادي الاهلي. فانا اعتقد كمان على الصعيد الفني بقى، لو هنتكلم مجموعه من اللاعبين المصابين ابتدوا يرجعوا للتدريبات، محمد الشناوي ابتدى التاهيل، وليد سليمان خط مرحله كويسه، فاعتقد الجوانب كلها ان شاء الله بتدعو للتفاؤل قبل مباراه مهمه جدا. يعني اكيد طبعا، وده اكيد طبعا وجود كابتن محمود الخطيب النهارده في التدريب ده بيدل اكيد على اهميه وعلى يعني المباراه القادمه دي مباراه مصيريه بالنسبه للنادي الاهلي يوم السبت اللي جاي قدام شباب الثوره الجزائري، اكيد الفوز فيها لا يعني بص لا بديل عن الفوز صحيح. يعني مش عايزين نخش بقى في حزبه بيرما ونتعادل ومش عارفه نستنى ايه اللي يحصل والكونغو، هي ما فيش حزبه بيرما، هو الاهلي لازم يفوز. حط نفسه في موقف صعب مباراتين سيمبا وفيتا كلاب، مجرد التعادل كان هيسهل الامور أكيد. لكن اعتقد ان شاء الله زي ما بيقول كده بالبلدي ملحوقه، يعني الخصم الاهلي افضل منه فنيا بوضوح، لكن المشكله يمكن هتبقى انك بتلاعب فريق الفرق العربيه، ما بحبش اتكلم في نقطه الجانب النفسي وتضييع الوقت وما شابه، لكنهم فرق اكثر تنظيما من الفرق افريقيا السمراء، ما عندهمش السذاجه شويه اللي بتلعب بيها بعض فرق افريقيا السمراء، فهم بيلعبوا منظمين جدا، عارفين عايزين ايه من الماتش، متعبين لاي خصم محتاج ضروري انه يكسبهم، لكن اعتقد ان شاء الله ان الاهلي يقدر يعني يحسم الموضوع مبكرا، يقدر يسجل هدف مبكر، ده هيسهل المهمه جدا وان شاء الله يكون طريقه للفوز والعبور لدور الثمانيه.
خلينا نتكلم على مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي اللي طبعا تولى المسؤوليه بعد ما كارتيرون رحل عن النادي الاهلي في طبعا ظروف صعبه جدا كان بيمر بها النادي الاهلي سواء محليا او افريقيا، ما كانتش ابدا الظروف المناسبه، لكن موضوع اختلف. يعني ممكن نقول ان الملامح الخاصه بمارتين لاسارتي تبان على الفريق جدا وبدري جدا، وده الشيء المبشر. مش سهل ابدا مهما امتلكت كمدير فني من لاعبين مميزين انك تقدم بصمه واضحه في وقت قياسي. يعني لاسارتي جه في الساعات الاخيره من سنه 2018 في نهايه شهر ديسمبر، وابتدى شغله مع بدايه يناير في مرحله مهمه جدا في البطوله الافريقيه، وفي مرحله صعبه جدا في الدوري، لانه كان متاخر عن الزمالك بفرق نقط مش قليل، وكان مطالب ان هو يقدم سلسله انتصارات كبيره جدا، وكمان ابتدى الموضوع بنتيجه سلبيه يمكن كانت ممكن تهد مدرب معنويا او تاثر فيه في اول مباراه لكنه قدم يعني كومباك رائع جدا، وضغط على المنافس هو نادي الزمالك في الدوري بشكل كبير جدا. وفي بطوله افريقيا طبعا كان في بعض النتائج السلبيه، لكن الفريق على ارضه قدم نتائج مميزه جدا، واكتسح سيمبا واكتسح فيدا كلوب، فاعتقد حتى بره مع شبيبه الثوره نتيجه ايجابيه، يعني التعادل الايجابي ما كانش حاجه وحشه. فحتى البصمه يعني شفنا النهارده اسلوب واضح للمدرب، الاهداف اللي بيجيبها الاهلي معظمها اهداف جميله من التمريرات القصيره، وتفاهم كبير جدا بين عناصر الخط الهجوم رغم ان ما فيش ثبات في التشكيل، ودي نقطه مهمه جدا انك تفرض فلسفه واضحه وانك تقدم بصمه واضحه وانت ما فيش عندك يعني بتعتمد على روتيشن بشكل كبير، بتقعد جيرالدو شويه، بتدخل رمضان، بتدخل حسين الشحات، بتغير في الخط الهجومي، كان عندك عناصر غايبه ورجعت. فانا اعتقد ان ده كان شيء مبشر جدا على الصعيد الفني، وان شاء الله مع الوقت التوليفه هتبقى عظيمه جدا. صحيح. يعني مانويل جوزيه النهارده جه تدريب النادي الاهلي كانه بيفكرهم، يعني فاكرين بقى زمان في موسم من المواسم لما كان الفرق بين الاهلي وبين الزمالك قد ايه وقدرنا ناخد الدوري المصري وزي ما وعدتكم اتحصل؟ توقيت الزياره، لان كمان دي مفارقه طريفه جدا، ان في سنه 2001 في اول ولايه لجوزيه مع الاهلي في بطوله افريقيا كان الاهلي بيلعب مباراه قدام برضه منافس جزائري ومحتاج فيها الفوز في دور المجموعات وتخطاها بصعوبه شديده جدا، وكمل طريقه نحو اللقب رغم انه كان في ظروف صعبه جدا وفي مرحله نقله من جيل لجيل، ظروف متشابهه جدا، فاعتقد ان توقيت الزياره ذكي جدا، ان انتوا دايما الموقف دي معتادين عليها، عملناها مع بعض وهنعملها تاني، نتخطى الماتش والعقبه دي ان شاء الله تبقى هي الطريق للقب جديد مفتقد طبعا افريقيا للاهلي. صحيح. عايز اسالك ازاي شفت الاداره الفنيه للنادي الاهلي تعاملت مع الاصابات الكتير جدا اللي لحقت بالفريق في الفترات اللي فاتت؟ يعني يمكن احنا جات لنا فتره ما كانش فيه تدريب، ما كانش فيه ماتش، ما كانش فيه حتى ماتش ودي، لازم ننزل نطلع خسرين لعب او اتنين. صحيح. دي من اهم العوامل اللي تقدر تقيمي بيها المدير الفني. ثلاث اربع حاجات، الحاجه الاولى انك ازاي تتعامل مع فقدان عناصر مهمه في الفريق. الحاجه الثانيه ازاي بعض اللاعبين تطوروا معاك، يعني شفنا مع لاسارتي كريم نيدفيد بقى لاعب ثاني، بقى لاعب ثاني غير اللي جمهور الاهلي يعرف. محمد هاني تطور بشكل كبير جدا. هو قدر عمرو السوليه طبعا بقى يعني بقى واحد من اهم نجوم الاهلي في الفتره دي. لاسارتي قدر ان هو يخرج جانب مهم جدا ربما اللاعب نفسه ما كانش مكتشفه في نفسه. عوض بالنقص اللي حصل في الفريق، وكمان ادى لنفسه خيارات كبيره اكبر بشكل، يعني شفنا خط الوسط بعد ما كان ازمه كبيره جدا لما يغيب لاعب واحد كان الاهلي يبقى في ورطه، لا النهارده بتقدر تعوض لاعب بلاعب، عندك اكتر من خيار. محمد محمود اتصاب بسرعه جدا، السليه غاب ورجع، حتى الصفقات الجديده يعني بتكلم حمدي فتحي كان لاعب مهم جدا ومنتظر ان هو يسد فراغ مهم جدا في الاهلي، اتصاب اكتر من مره. فانا اعتقد دي من الحاجات اللي اتعامل معاها لاسارتي بذكاء شديد جدا، ان هو قدر ان هو من ناحيه يعمل توليفه كامله، مش 11 لاعب بس، بتتكلم مع قائمه كامله. صحيح. اي لاعب يقدر يلعب في اي وقت، والناحيه الثانيه ان هو طور جوانب مهمه في اكتر من لاعب، اعتقد ده ذكاء كبير جدا. طيب خليني اسالك عن رجوع محمد نجيب وحسام عاشور وصلاح محسن للتدريبات، ومدى استفاده النادي الاهلي من عوده المصابين دول، وطبعا الاستعداد للمباراه الافريقيه القادمه، مباراه شبيبه الثوره الجزائريه يوم السبت اللي جاي، بالاضافه طبعا بقى للجاهزيه الفنيه والبدنيه لاحمد فتحي. احمد فتحي طبعا دوره مهم جدا ناحيه كخبره، وعارفين بطوله افريقيا عناصر الخبره فيها بتلعب دور مهم جدا، ويمكن ده اللي افتقده الاهلي في النسخه اللي فاتت. اعتقد الترجي كسب الفاينل في الاياب تحديدا بالخبره، بعض لاعبي التشكيله الاساسيه للاهلي وقتها كانوا بيفتقدوا الخبره المهام الصعبه في افريقيا. صحيح. في الماتش ده، وطبعا فنيا احمد فتحي دوره مهم، هو لعيب جوكر، يمكن محمد هاني دلوقتي في مركز الباك اليمين مالي مكانه، فنقدر نستفيد باحمد فتحي في الارتكاز، خصوصا مع اصابه حمدي ومع حسام عاشور غايب
بقى له فتره ورجوعه ربما ما يكونش بالجاهزيه الكامله. فاعتقد ان وجود احمد فتحي مهم جدا جدا في اي وقت صعب، وخصوصا في ماتش زي ده محتاج فيه خيارات مهمه، لانك ما فيش بديل عن الفوز زي ما قلنا يعني. صحيح. طيب دلوقتي احنا قدامنا هو النهارده تواجد مارتين لاسارتي اهو. مارتين لاسارتي هو بيقول لجوزيه بركاتك. يعني ده مشهد لطيف جدا، وبيوضح يعني يدي كمان رساله للاعبين ان في ثقه. يعني المدير الفني لما يهزر ولما يضحك ولما يلعب بالشكل ده بيقول للعيبه ان احنا واثقين. مش المطلوب ابدا ان الجو يكون مشحون بالتوتر، يمكن احنا مركزين بالزبط. لكن يعني مش متوترين، لان كلنا ثقه في نفسنا. صحيح. وان شاء الله عندنا ثقه كبيره جدا في اللعيبه ان هم يقدروا يجتازوا مباراه شبيبة الثورة الجزائري اليوم السبت القادم، ونصعد من خلال شبيبة الثورة للدور التالي كأول مجموعة. طيب طبعا احنا عندنا في النادي الاهلي دلوقتي في مشوارنا بقى في الدوري المصري الممتاز، عندنا دلوقتي الفرق ما بين المتصدر والنادي الاهلي 4 نقاط. هي نقطة، والزمالك اتأجل له ماتش المقاولين، فهي نظريا ربما تكون أربع نقاط. هو زي ما أنت قلتي ده لحد نقول على أعلى تقدير أو أقصى تقدير. طبعا ده فارق كويس جدا بالنظر للفترة اللي فاتت. اللي فاتت صحيح. فترة كان ممكن الفارق فيها يوصل لعشر نقط مثلا مع أي تعثر. ده ضغط كبير جدا على الزمالك، انك انت بتتعثر، تعادل مع بيراميدز وتعادل مع الجيش والاهلي. ده اللي كنا بنتكلم عنه، ان الزمالك هيتعثر. مش بس الزمالك، اي فريق، مفيش فريق في العالم بيكسب دايما، لكن مهمتك الصعبه ان انت ما تقعش. مش سهل جدا مهما بتلاعب، حتى لو بتلاعب منافسين انت افضل منهم فنيا، مش سهل انك تكسب 5 و6 و7 مباريات متتاليه. ده الرهان اللي كسبه لاسارتي، وده الرهان اللي كسبه لعيبه الاهلي، ان هم لعبوا بهدوء، ان هم ركزوا وامنوا بحظوظهم. الثقه وشخصيه الفريق البطل في اي موقف زي ده، في فرق بتتهز نفسيا طبعاً. حتى لو انت فنيا كويس. صحيح. لكن ثقتك في نفسك، وان انا هعوض الستة وهعوض الثمانية، وحتى لو فارق اكبر من كده، وزي ما انت قلت النماذج التاريخيه اللي قبل كده، ده مهم جدا. دي قيمه. صحيح. الفريق اللي له تاريخ. صحيح. قيمه الفريق اللي له شخصيه البطل. انه عنده نماذج قبل كده بتدي له ثقه، فاعتقد ان ده كان مهم جدا. كمان عندك مواجهتين مباشرتين مع الفريق المنافس، واعتقد دول هم هيكونوا حجر الاساس في اللقب. عندك النهارده مواجهتين ب6 نقط، هتلعب مع الزمالك رايح جاي، في كمان مواجهات صعبه، الاهلي هيلعب مع بيراميدز، الزمالك هيلعب مع الاسماعيلي. اعتقد الفتره الجايه من 30 مارس لغايه نهايه ابريل هتكون فتره حاسمه في الدوري. طبعا لسه هنشوف المشوار الافريقي، طبعا هيلعب دور مهم جدا. صحيح. المباريات الضغط الافريقي برضه هيكون له دور، لكن لو اتكلمنا على الجانب المحلي، اعتقد ال 20 يوم من 30 مارس لغايه 22 ابريل هيكونوا حاسمين في مشوار الفريقين في الدوري. ويمكن المباريات الحاسمه هي المواجهات المباشره بين الاهلي والزمالك. بالتاكيد مواجهه ب6 نقط، انت النهارده بتكسب وبتستنى منافسك يتعثر، انت منافسك قدامك. لكن لو افترضنا على اقصى تقدير ان الفريقين هيفضلوا ماشيين بنفس النتائج الايجابيه في المباريات القادمه، بحرزهم ل3 نقاط من كل مباراه سواء الاهلي او الزمالك، ففي الاخر اللي هيحسم الدوري او لقب الدوري هي المواجهات المباشره ما بين الاهلي والزمالك. اكيد طبعا بنتمنى كل التوفيق لفريقنا باذن الله في المباريات القادمه، يمكن اولهم هتكون يوم 30 مارس طبعاً. القادم. طيب كمان لو هنتكلم بقى عن اللعيبه اللي تمت عارضها من النادي الاهلي لانديه الدوري المصري ممتاز في الانتقالات اللي فاتت دي، شفت مين فيهم بان ويعني ابرز موهبته وابرز امكانياته في الفتره اللي فاتت؟ لا، هو الموضوع للامانه مبشر جدا جدا، واحتياطي يعني احتياطي مستقبلي للنادي الاهلي حمدي واكرم واحمد ياسرين في الجونه. يعني بتكلم فرقه الجونه، حتى الحارس عمر مصاب طبعا، ربنا يشفيه ان شاء الله. بتتكلم ان فرقه بتنافس في الدوري الممتاز وبتنافس على مركز جيد جدا في الدوري الممتاز، نص تشكيلتها تقريبا من لاعبي الاهلي الشباب، فده شيء مبشر جدا جدا. اعتقد ان ده هيوفر لك جانب مهم جدا في فترات الانتقالات الجايه، ان الاهلي احنا عارفين عمل فتره انتقالات قويه جدا، لكن بحكم انك فريق كبير مش هتتوقف عن إبراهيم الصفقات القويه. انت النهارده بتوفر خلاص، اللاعب موهوب ما فيش شك في ده، لكنه محتاج الخبره، محتاج الثقل، محتاج يبان، محتاج ينور. بتوديه فريق تاني في الدوري الممتاز، خلاص مجرد ان هو اثبت نفسه بقى لاعب تقيل، كانه صفقه جديده جاي لك. فانا اعتقد ان اللاعبين المعارين اللي خرجوا من الاهلي الشباب كان يعني من اهم مكاسب الاهلي في الفتره دي. طيب لو هنتكلم عن الناشئين، ناشئين النادي الاهلي، يمكن النادي الاهلي في فريقه 11 لاعب من ابنائه،
طبعا بالاضافه للتصعيد بقى حمزه علاء ورمضان مصطفى، بالاضافه لتقديم برضو مجموعه مميزه جدا من ابناء النادي الاهلي لانديه الدوري المصري الممتاز، احنا كنا بنتكلم عنهم دلوقتي، يمكن من ضمنهم احمد حمدي واحمد ياسر ريان وعمار حمدي وغيرهم طبعا من اللعيبه المميزين الموجودين دلوقتي. وعمار طبعا صحيح، صحيح. عمار من المفاجات الساره جدا صحيح. جدا يعني من الحاجات المضيئه والسعيده جدا لجمهور الاهلي الفتره الاخيره يعني. طيب ده بيدل على ايه؟ ده بيدل على حاجتين، اولا العناصر اللي خارجه من قواعد الناشئين في النادي الاهلي ده بيدل ان في شغل مميز جدا وفي تركيز على الجانب ده علشان يوفر لك مبالغ كبيره جدا بتدفع في الانتقالات، ومن ناحيه ثانيه ان في عين كويسه ان عمار حمدي مش من ناشئي الاهلي، الاهلي تعاقد معاه الفتره اللي فاتت وناس كتير انتقدت الصفقه دي، ناس كتير قالت مش اسم يليق بالنادي الاهلي ومش ده الطموح المنتظر، لكن النهارده ظهر ان انت بتشوف في حاجه مستقبليه، مش شرط دايما صفقاتك تكون مطلوب طبعا السوبر ستارز، مطلوب اللاعبين اللي يشيلوا الفرقه واللي يقودوا الفريق لبطولات، لكن مطلوب برضه الفيجن، يعني مطلوب ان انت يبقى عندك نظره ان في لاعب عنده شيء مميز ربما مش فارض نفسه كنجم كبير دلوقتي، لكن خلال سنه او اثنين او ثلاثه يبقى من اهم اللاعبين في مصر، فدول الجانبين الايجابيين في اللي حصل الفتره اللي فاتت في النقطه دي. صحيح، من ضمن بقى الصفقات اللي حصلت في الانتقالات اللي فاتت دي للنادي الاهلي يمكن عندنا 7 صفقات سوبر، واكيد طبعا كان عندنا لعيبه كتير نجوم موجودين في الفريق. شفت مارتين لاسارتي قدر يطور لاعب مين؟ قدر يطور مين اللاعب اللي اتطور جدا تحت قياده مارتين لاسارتي؟ هما اللي اتطوروا يمكن ما كانوش صفقات يعني كريم ندفت تحول طبعا. تحول كبير جدا 180 درجه 180 بقى. من لاعب بيثير الجدل دائما صحيح. على السوشيال ميديا للاعب بيشيد بيه جمهور النادي الاهلي دائما على السوشيال ميديا. انت تعرفي قيمه اللاعب امتى؟ اكتر وقت تعرفي فيه قيمته لما يغيب. شوفي رد فعل الجمهور، شوفي رد فعل الجمهور لما كريم ندفد توقف هيغيب عن ماتش مهم، الجمهور زعلان جدا بعد ما كان في فتره يعني من الفترات بينتقد تواجد كريم وشايف ان هو مش مناسب ربما للتشكيله الاساسيه للاهلي، بقى بيلعب اكتر من دور، بقى بيلعب ادوار بيساند هجوميا بشكل مميز، تطور جدا في الجانب الدفاعي، بقى بيلعب في اكتر من مركز، لعيب جوكر زي احمد فتحي، محمد هاني اللي تقل جدا في مركزه والبعض بيطالب دلوقتي انه يلعب اساسي في منتخب مصر في مرحله مهمه جدا قبل كاس الامم الافريقيه، يبقى الباك اليمين الاساسي لمنتخب مصر. هو من اكتر اللاعبين اللي تطوروا تحت قياده لاسارتي، اللاعبين اللي جم نجوم مش قليلين، نتكلم حسين الشحات، رمضان صبحي طبعا واحد من اللاعبين اللي كانوا نجوم في الفريق قبل كده في سن صغير، جيرالدو من العناصر المميزه جدا، اكيد التفاهم اللي بينهم ده شغل مدرب برضه، يعني حتى لو ما اتكلمناش على نقطه تطوير اللاعب بشكل شخصي كفرد، لكن التفاهم الواضح جدا بين لعيب جاي من انجلترا ولعيب جاي من انجولا ولعيب بيلعب في مصر، لعيبه جايه من اتموسفير مختلف تماما وجايين من بيلعبوا في اجواء مختلفة تماما، التفاهم الواضح ما بينهم وكأنهم بيلعبوا من سنوات ده طبعا يحسب للمدير الفني بشكل كبير جدا يعني. طيب خليني اسألك عن رمضان صبحي، اللاعب اللي هو الأغلى والأعلى في الانتقالات اللي فاتت دي ب7 مليون يورو، ازاي تعاملت معاه أو بسوق بقيمة سوقية وحتى مبلغ الإعارة ما كانش قليل يعني. ازاي شايف ان اتعاملت معاه وسائل السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي؟ هو الطموح المطلوب من رمضان كان كبير جدا، سقف الطموح كان كبير لان رمضان اصلا كان نجم في الفريق. صحيح. يعني جيرالدو جديد على الفريق، حسين الشحات جديد على الفريق، معظم الصفقات المميزه جديده على الفريق، لكن رمضان كان واحد من نجوم الفريق وكان صغير جدا، واحد نجم الفريق وهو 17 18 صحيح. سنه لعب في بريمير ليج، حتى لو ما شاركش باستمرار لكن مجرد تواجدك في فريق في بريمير ليج وانت 19 20 سنه ده شيء مهم ومميز جدا، فالجمهور كان مستني منه كتير. رمضان الجانب العبء اللي عليه مش بس فني لكنه نفسي كمان، منتظرين انك تقود الفريق وتبقى من العناصر الخبره اللي تقود الفريق وانت عندك. هل خروج رمضان صبحي من قائمه المنتخب الوطني الاول ده هياثر عليه سلبا؟ ما اعتقدش لان هو في فتره من الفترات ابتعد شويه عن صحيح. المشاركه الاساسيه مع فريقه سواء مع ستوك او مع هادرسفيلد، فهو هو فاهم جدا ان هو جاي علشان يرجع. هو جاي مهيئ، هو قال كده، هو على تويتر نزل تويته كان صريح جدا، قال انا هرجع العب في النادي بتاعي النادي القديم عشان ده يكون بوابتي لرجوع مره ثانيه ان انا اشارك مع المنتخب الوطني الاول. هو متفاهم المرحله دي كلها على بعضها سواء مع الاهلي او مع طموحه الدولي، هي فتره الكامباك في مسيرته. فحتى لما راح مع المنتخب وبعدين الاولمبي وبعدين مع استمراره في ادائه الطيب مع النادي الاهلي وتقديمه لمباريات مميزه، فهو لسه طبعا عنده فرصه كبيره جدا 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 ان هو يكون متواجد في امم افريقيا القادمه. بالتاكيد، والنقطه المهمه جدا انه لما راح لعب في المنتخب الاولمبي راح بحماس كبير جدا. صحيح. وراح بتواضع كبير جدا.
في بعض اللاعبين يعني لو استخدمنا مصطلح يعني نقول بيتقمصوا شويه في المواقف دي وربما ما يلعبش مع المنتخب الاولمبي، لكن رمضان اظهر جانب ايجابي جدا اعتقد ان هيكون له شيء يعني في المستقبل على شخصيته، هيكون له نفع كبير جدا على شخصيته في المستقبل يعني. صحيح. نروح بقى للتشامبيونز ليج، وقبل ما نتكلم على التشامبيونز ليج واللقاء الهام النهارده مع ليفربول مع بايرن ميونخ الالماني على أليانز أرينا في المانيا، نتكلم الاول عن محمد صلاح وعن الحمله السلبيه جدا اللي كانت ضده في الايام اللي فاتت، ده طبعا بعد مؤتمر صحفي كان اتعقد في انفيلد في يمكن من يومين، انا كنت متواجده هناك، انا اللي سالته سؤال والله انا حاسه بالذنب ان انا اللي سالته السؤال. لا لا طبعا هو انا شايف ان سؤالك ما كانش هو له السبب الرئيسي في الاجابه او في الكلام اللي اتقال في اجابه محمد صلاح، يعني اجابه محمد صلاح على سؤالك ما كانش لها علاقه بالجزء الاضافي اللي قاله واللي عمل له مشكله. محمد صلاح انا شايف انه في جانبين، ربما جانب يتعلق محمد صلاح نفسه، مهما كان نجم مهما كان سوبر ستار وفخورين بيه جدا ولاعب من اهم 3 4 لاعبين في العالم السيزون اللي فات، صحيح، لكن مش عيب ان احنا نقول محمد صلاح ربما ركز شويه في التصريحات، خد بالك شويه. طب انت قول مش عشان انت شفت ايه الغلط اللي اتقال، لان انا 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 شخصيا ما شفتش حاجه غلط، هو مبدئيا ما قالش حاجه غلط، يعني يمكن هو كمان وهو بيتكلم وبيقول في اسئله قبل كده اتسالها، فالراجل رد وقال انا شايف نفسي من زمان ان انا حاجه كبيره جدا، وانت عشان توصل لحاجه لازم تشوف نفسك انك حاجه كبيره، لو حاجه كبيره جدا مش هيبقى حاجه كبيره جدا، صحيح، لازم تكون واثق في نفسك مؤمن بنفسك جدا عشان تقدر توصل، بس لازم تاخد بالك مش عشان انت بتتكلم غلط علشان ردود الفعل، انت في مكان النهارده رونالدو لو مشي في مكان، لو بص العالم كله بيشوف رونالدو بص على ايه، ميسي اتكلم مع مين، ميسي وقف ليه لو هو ماشي، ده قدرك انت اتحطيت انت بقيت ايكون. فمحمد صلاح انا نصيحتنا له انه ياخد باله، لكن من ناحيه هو اخطا، هو لم يخطئ ليه؟ هو قال جملتين في بعض لكن انا اعتقد انه ما كانش يقصدهم مع بعض، يعني هو قال كلاعب مصري وعربي وافريقي وكمل قال وصلت المكانة ما حدش وصلها قبل كده، انا اعتقد ما هو ما يقصدش الربط بين الجملتين، ربما خانوا التعبير. يعني هو ما يقصدش ان انا وصلت المكانة ما فيش لاعب افريقي وصلها قبل كده، لانه هو بيتكلم عن لاعب مصري، هو مدرك ان جورج ويا كسب بالون دور، هو مدرك ان دروب فازوا بالتشامبيونز ليج، يعني هو عارف ده، محمد أكيد مش, مش 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 ساذج يعني. لكن انا اعتقد هو الربط، هو بيتكلم بتلقائيه شويه، هو بيتكلم بتلقائيه جدا، وانا عايز اقول لك ان هو انسان قد ايه متواضع، قد يعني انا يعني بما اني انا وزمايلي كنا موجودين قد ايه هو شخص متواضع، يمكن واحنا رايحين كان في تعليمات ما حدش يروح يقول انا عايز اتصور وانا مش عارف، هو نزل لنا بنفسه وقال لنا انا يلا نتصور مع بعض، فاهم، واحد واحد وقف يتصور وعنده صدر رحب جدا وما عندوش اي مشكله، اظهر الجانب ده كتير. صلاح انا شايف ان احنا دايما لما نقول نغفر لفلان اخطا بغض النظر يعني اتفقنا او اختلفنا نعتبر ان هو اخطا، لما نتكلم ان احنا هنغفر لشيما اخطاء بنقول شيما عملت ايه، بنقول احمد عمل مثلاً ايه، بنقول صلاح عمل مثلاً ايه، هل صلاح ما عملش ان احنا نتجاوز له شويه؟ هو ده اللي قاله كابتن هاني يعني رمزي، عارف افتكروا محمد صلاح عمل ايه، نعديها بالبلدي يعني ايه المشكله محمد صلاح وهي اصلا كمان مش موضوع ويتعدى، هو الراجل بيتكلم بمنتهى التلقائيه، تلقائي بالظبط يعني، هو الناس انا ممكن اتكلم معاك انت تفهمني غلط بس أو هو برضو ما تفهميش هو قوي صح، بس هو برضو عشان الناس برضو تبقى النقطه دي، هو ده حب من الناس يعني، انا شايف ان هو فكره الناس تقف لك على الوحده، الناس حاسه ان هم شركائك يعني، برضو عشان برضو مش عايزين نقصوا على محمد صلاح ومش عايزين نقصوا على الجماهير، الناس شايفين ان هم شركاء صلاح. احنا في اي استفتاء ولا حاجه على السوشيال الناس بره كانت بتصرخ من دعم الجماهير ان محمد صلاح، لو لدرجه ان عملوا في مره حاجات افيهات طريفه، رونالدو بيهزر بيقول انا اطول من صلاح، عملوا استفتاء محمد صلاح اطول من رونالدو، يعني الناس بتحب صلاح، الناس حاسين هم شركاء، وجائزة بوشكاش كانت بتصويت جماهيري وهدف صلاح ربما لم يكن اجمل من هدف رونالدو او جاريث بيل، وخد الجائزه بتصويت الجمهور، فهو الجمهور انا شايف ان هم ده حب لصلاح، حاسين ان شركائه، حاسين حقنا عليك ان احنا نعاتبك، حقنا عليك ان احنا، انا شايف الموضوع خد اكبر من حجمه من الطرفين، لا صلاح غلط ورد الفعل الجمهور كان اجريسيف شويه، لكن برضو يعني هياخد وقته وهيعدي، في النهايه صلاح نجم كبير جدا ومشرفنا والنهارده الناس منتظره لك، انا بقول لك وانا مسافره يعني. وانا مسافره رايحه من لندن لليفربول بالقطر، الناس اللي هناك اللي رايحين يشجعوا ليفربول بيسالوني انت رايحه تعملي ايه، فاقول لهم رايحه اشجع صلاح في الماتش وهشوفه بعد بكره، الراجل بيقول لي طب اشيلك انت نفسك، اشيلك الشنطه، صحيح، اشتغل لك بودي جارد، انت مش متخيل قد ايه الناس بتحبه هناك. لو عملنا استفتاء في السوشيال ميديا في العالم، ايه اشهر حاجات الناس تعرفها عن مصر؟ مصر بتاريخها ب 7000 سنه، بحضارتها، بشعبها،
كل القيم العظيمة دي، لكن الناس هتقول محمد صلاح طبعا. في انجلترا وفي اوروبا وفي اسيا وفي افريقيا هيقولوا محمد صلاح من اهم الحاجات اللي نرفعها عن مصر ومن انجح الاشخاص اللي نرفعهم في مصر. فانا شايف انه لا طبعا يعني محمد صلاح قدم ما يعني ما يخلينا ما نقفلوش على الواحده صحيح. يعني يمكن كان محمد صلاح يستاهل مننا او يستحق مننا شويه دعم معنوي اكتر من كده قبل اللقاء الهام النهارده قصاد بايرن ميونخ. ان شاء الله النهارده اللي هيحصل النهارده ينسينا كل حاجه صحيح. ويفكرنا بس ان محمد صلاح من احسن لاعبي العالم ان شاء الله. تتوقع ايه بقى للقاء النهارده؟ اللقاء النهارده طبعا وارد فيه كل شيء، صعب جدا على الفريقين صحيح. صعب جدا، لكن هو على ألينز أرينا بالظبط، لكن نتيجه 0-0 هي من النتائج الخادعه شويه في كره القدم. يعني الفريق اللي بيحقق 0-0 بره ارضه البعض بيعتبر انها نتيجه ايجابيه، لكنها سلاح ذو حدين، لان لو ليفربول سجل هدف يبقى بايرن محتاج يسجل هدفين، لو ليفربول سجل 2 بايرن محتاج يسجل 3. كمان المباريات اللي زي دي بيحبها ليفربول وبيحبها كلوب، لان ليفربول مصدر قوته الرئيسيه هو التحول الهجومي السريع جدا، صلاح ومانيو وفيرمينو الثلاثي الهجومي في المرتدات وفي التحول من الدفاع للهجوم، وده متوقع طبعا ان بايرن يحاول يضغط النهارده. فاعتقد دي من المباريات اللي بيحبها ليفربول وبيحبها كلوب وبيحبها صلاح وماني، فانا اعتقد ان ليفربول عنده فرص مش قليله ان هو يتاهل النهارده يعني. صحيح. استاذ احمد فاروق نورتنا النهارده في كلام في الميديا وفي قناه النادي الاهلي. شكرا ليك يا كريم، سعدت بالتواجد معك، شكرا جزيلا. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده، اشوفكم ان شاء الله قريب جدا على شاشه قناه النادي الاهلي في كلام في الميديا. يمكن لسه عندنا شويه لخبطه في المواعيد، لكن بكره ان شاء الله هيكون معاكم زميلي امير هشام في حلقه جديده من كلام في الميديا الساعه 5 مساء. اشوفكم على خير.